انزوليشن فور ذا داكت فور اير سنترال كونديشن. ذير ار 3 تايبس اوف انزوليتين انسايد انزوليتين اوتسايد انزوليتين اند ساوند ايزوليتين. انسايد انزوليتين ذيس از فور بليزز از نوت كولد اند نوت فور ذا سن اور نوت ابيرد فور ذا سن and it must be thickness of the insulating 1 inch and the density is 24 kilogram by meter cubic and outside insulating this is for the unit outside on the roof and is appeared for the sun and the thickness for the insulating is 2 inch and the density 48 kilogram by cubic meter and there are sound isolating. Sound isolating it preventing the sound from the machine outside to the duct inside the building and this is from 3 to 6 meter and the thickness of insulating is 1 inch and density 24 kilogram by cubic meter and there are cladding and the cladding is covered is material for covered the from the outside from the unit for machine AC to the duct inside building and this is the thickness from 4 to 6 millimeter and there are wood box this is hole or opening from the roof for the building to the roof and this must be a good wood box and there are closes this is between the outside machine from the AC condition to the duct inside the building and it must be good closes to preventing the vibration from the machine to the duct and we expect before about how calculate this area of the insulating and the weight of the duct by program ductilator for the video before that for the last the previous video and if you want to watch that you can check the previous video and if you want any question you can ask me and I hope from you to make like and sharing and join to the channel to make another video and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabah al khair. ان شاء الله برضو النهاردة هنتكلم برضو في تكملة عن التكييف المركزي وعزل الضغط وانواع العوازل المستخدمة في الضغط. دلوقتي احنا عندنا في انواع العوازل في عزل داخلي وفي عزل خارجي وفي عزل صوت. العزل الداخلي دوت بيبقى في الاماكن الغير مكيفة وبيبقى في الاماكن الغير معرضة لاشعة الشمس عشان كده سمك الضغط بيبقى قليل بتبقى 1 بوصة وكثافة العزل كثافة الضغط بتبقى 24 كيلو جرام على المتر المكعب. دلوقتي في برضو عندنا عزل خارجي. العزل الخارجي ده بيبقى من الخارج من ماكينة التكييف الى في الاماكن المعرضة للشمس وديت بتبقى طبعا نتيجة تعرضها لأشعة الشمس فطبعا لازم بتحتاج لسمك ضغط أعلى بتبقى 2 بوصة وكثافة أعلى بتبقى 48 كيلو جرام على المتر المكعب. طيب
سمك الضغط وكثافة العزل دي مهم جدا يعني. في بعد كده في حاجة تانية مهمة اللي هي عزل الصوت، طبعا عشان خاطر الصوت ما ينتقلش من وحدة ماكينة التكييف اللي هي خارج المبنى إلى الداخل خلال الضغط، وعشان كمان برضو ما تحسسش الناس اللي قاعدين بالانزعاج أو بالضوضاء، فبنركب حاجة اسمها عزل للصوت. وعزل الصوت ده بيبقى على مسافة من خلال وحدة المكيف إلى الضغط من مسافة إلى 3 إلى 6 متر، وبيكون برضو السمك العزل بتبقى 1 بوصة، والكثافة بتبقى 24 كيلو جرام على المتر المكعب. في حاجة بقى تانية اسمها الكلادينج. الكلادينج دوت بيبقى ده المعدن اللي بيغطي الأجزاء الخارجة من التكييف إلى داخل المبنى، ودي بيبقى سمكه بيبقى من 4 إلى 6 ملي. في حاجة برضو تانية، احنا لما بنيجي نعمل فتحات من صندوق خشب اللي بيسموها السليف اللي خلال الضغط إلى الوحدة الخارجية اللي هي خارج المبنى اللي هي على السطح، بتبقى لازم الصندوق الخشب ده يكون من خشب ممتاز وخشب جيد عشان ما يأثرش على الضغط بتاعي، وعشان برضو يحافظ على تثبيت الضغط تثبيت جيد، والنوعية لازم تكون جيدة. في حاجة تانية اللي هي بنركبها اسمها القماش. القماش ده اللي هو من ده بيعمل ايه القماش دوت؟ لازم القماش ده بيبقى من نوعية جيدة عشان برضو يمنع الاهتزاز اللي بيبقى ما بين ماكينة التكييف إلى الضغط، فلازم تكون نوعية القماش اللي بيستخدم ده بيكون نوعية جيدة. وإحنا طبعا اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن كيفية حساب مساحة العزل ووزن الضغط عن طريق برنامج ضغطليتور، واللي عايز يقدر يشوف معانا الحسابات ديت إحنا عملناها في فيديو قبل كده، ممكن برضو نذكركم بيها تاني إن إحنا في برنامج اسمه الضغطليتور. البرنامج دوت بيبقى عندك الضغط في الأماكن المكيفة لكل مثلا غرفة أو للمبنى، بتحسبها كالمبنى كامل أو كل غرفة لوحدها، بتحسب ضغط طول وعرض وسمك الضغط والكلام دوت، بتدخله على البرنامج. البرنامج مع نفسه بيحسب لك مساحة العزل اللي أنت عايزها قد إيه، ووزن الضغط اللي أنت هتجيبه قد إيه، سواء بالكيلو جرام، بعد كده ممكن يكون موجود في السوق طبعا بالطن، الطن ب 1000 كيلو، بتقدر تبقى أنت عارف الضغط اللي أنت هتشتريه وزنه قد ايه ومساحه العزل قد ايه. واتكلمنا في الحاجات دي في الفيديوهات اللي فاتت، وبس حبينا نذكركم بيها تاني، ودي انواع العوازل الموجوده اللي احنا حبينا نتكلم فيها دلوقتي، لان هي مهمه جدا لاي حد بيشتغل في التكييف المركزي علشان خاطر يحافظ على الناس اللي قاعدين هم من الضوضاء ومن الصوت، وبيحافظ على الضغط، فدي حاجات مهمه جدا يعني. وفي الأول اتكلمنا على الحاجات المعرضة للشمس والحاجات الغير معرضة للشمس طبعا، والكثافة بتختلف والسمك بيختلف طبعا، فكل دي أجزاء مهمة لازم المهندس اللي بيبقى شغال سواء في الإشراف على التنفيذ أو في التصميم يبقى فاهم الحاجات دي. ولو ليكم أي أسئلة تانية تقدروا تبعتولي، ويا ريت تعملوا لايك وشير عشان أفضل أقدر يعني أفيدكم بمعلومات تانية أكتر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning. We will translate the video for central air conditioning. When we make maintenance for a chiller, we must have valves, gate valve and washing valve and vent valve. Gate valve for pipes, when this pipe is broken, don't stop for all pipes, but this pipe only make maintenance for air and repair for it for this pipe. About this valve, gate valve, and there are washing valve, and drain for that at the low slope, and we make vent valve, and high slope for make balancing for the cycle, because the high pressure and low pressure don't make problems for pipes
and maybe broken or explosion or maybe disturbed. So we must have these pipes for the chiller, and we expect also for the video for running pressure and test pressure. Running pressure for water may be for specification at 8 bar, and test pressure may be 1.5 running pressure. يعني if the running pressure is 8 bar, the test pressure is 12 bar. And we will speak after that about water supply, and if the building don't have tanks on the roof, we must have pressure reducing valve, because 1 bar equal 10 meter. يعني if the building is if the building is 40 meter, we must have 4 bar. And inside the building, running pressure is 4 bar, and test pressure is 1.5, يعني equal 6 bar. And inshallah, we will speak after that for the water supply and the drainage and the firefighting. And if you want any question, you can ask me. And I want from you make like and share and join for the channel. Inshallah, to continue with you. And good morning. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم. إن شاء الله النهاردة هنكمل برضو كلامنا عن التكييف المركزي وطريقة تركيب المحابس في حالة وجود التشيلرات والاختبار وضغط الاختبار وضغط التشغيل وكل الأمور ديت اللي إن شاء الله لازم كل المهندسين جداد أو اللي شغالين في أي شركات يكونوا عارفين بالحاجات دي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن في حاله وجود التشيلرات. طبعا التشيلر زي ما اتكلمنا قبل كده بيبقى موجود خارج المبنى، ولو المبنى كبير ومبنى مهم بيبقى طبعا بيبقى معاه واحد احتياطي زي ما اتكلمنا قبل كده، عشان لو التشيلر عطل ولا حاجه نشغل احتياطي. طيب في مواسير طبعا لازم تبقى موجوده بعد التشيلرات، اللي هي لما يجي يركب المواسير المايه اللي هي داخله الميه البارده والميه الراجعه اللي هي السخنه، اللي احنا قلنا دوره مغلقه بترجع الميه السخنه تاني وبنعيد استخدامها مره اخرى وبيحصل تبريد ليها تاني واستخدام مره اخرى. طيب بنركب محبس اسمه جيت فالف او محبس بوابه. ده المحبس ده بيركب في ليه الصيانه. طبعا احنا عارفين ان قطر المواسير بيبقى من الموقع العام من عند التشيلرات بيبقى اكبر، ثم لما يجي يدخل المبنى بيقل، كل ما نتفرع للمواسير بيقل بيقل لغايه ما يدخل جوه المبنى المواسير بتبقى اقل قطر. طيب اي مواسير ميه معروفه ان ضغط التشغيل بتاعها، طبعا دي بتبقى حسب المواصفه بس معظمها يعني ضغط التشغيل بيبقى 8 بار، وضغط الاختبار بيبقى معروف انه بيبقى 1.5 ضغط التشغيل، يعني بنختبر عند 12 بار. طبعا المواسير اللي بتبقى راكبه بتتحمل ضغط اكتر كمان من 12 بار، بتبقى مسيفها اعلى يعني. طب محبس البوابه ده بنستخدمه بنركبه عند المواسير بحيث عند كل ماسوره قبل ما الفرعيه بتاعتها تخلص تدخل على فرعيه ثانيه بنركب محبس الصيانه دوت، عشان نفترض حصل كسر في الماسوره ديت مش عايزين نوقف بقيه الخطوط فبنركب محبس دوت، فبنقفل على هذا المحبس وبنفتح بقيه المحابس الثانيه عادي اللي هو المواسير الثانيه بحيث ما نوقفش كل الاماكن اللي فيها كسر. طيب في عندنا برضو محبس غسيل، عايزين نغسل الماسوره ديت او نغسل المبنى ككل، مواسير المبنى ككل، فبتركب برضو محبس للغسيل. ومحبس الغسيل دوت طبعا نتيجه ان احنا بنغسل فالصرف بتاعه بيبقى عند اقل منسوب، لان طبعا بعد ما بنغسل عايزين نصرف فالتصريف طبعا بيبقى عند اقل منسوب. بعد كده بيبقى عندنا في محبس فنت، محبس فنت او اللي هو محبس التهويه ده بيتركب عند اعلى منسوب للمصروف. ليه؟ لان دلوقتي المحبس ده بيعمل عمليه تعادل للضغوط، فبنضمن
ان الماسوره ما يحصل لهاش لا تمدد ولا انكماش. تمدد طبعا ممكن يحصل لها انكسار او انفجار والعياذ بالله، او انكماش ممكن يحصل لها انبعاج او تنكمش تنبعج، او زي ما بيكون كده زي ما بيكون بتتني بتضغط. فطبعا المحبس التهويه بيعمل لنا عمليه موازنه للضغط. فطبعا دي المحابس دي كلها من المحابس المهمه جدا اللي بنستخدمها في المسير الاتشلرات. وان شاء الله باذن الله برضو قلت لكم برضو على طريقه الاختبار والضغط التشغيل وضغط الاختبار، وان شاء الله لو. وطبعا الحاجه المهمه جدا قبل كل مبنى، طبعا لو ما عندناش ده، بنتكلم على تغذيه المياه بس لسه هنتكلم عليها ده في درس بعد كده. في تغذيه المياه في اي مبنى فيه تغذيه مياه، اذا كان ما عندناش خزانات فوق المبنى وداخل الضغط مباشره من الخزان الارضي، فبنركب حاجه اسمها محبس تقليل الضغط، بريجر ريديوسنج فالف. المحبس ده بيقلل لنا الضغط اللي داخل على المبنى، بحيث برضو نحافظ على الضغوط داخل المسير، عشان زي ما اتفقنا. فطبعا الضغط بيبقى بيتحسب عند كل مبنى حسب ارتفاع المبنى، يعني كل بار ب 10 متر. يعني المبنى ده لو عندنا 4 متر يبقى 4 بار، المبنى ده 40 متر يبقى 4 بار، البار ب 10 متر 40 متر يبقى ب 4 بار. فطبعا الضغط الاختبار داخل المبنى غير خارج المبنى، فلو هو داخل المبنى 4 بار يبقى ضغط الاختبار هيبقى 6 بار، اللي هو 1.5 ضغط التشغيل. وان شاء الله باذن الله هنكلمكم بعد كده في الايام اللي جايه برضو عن تغذيه الميه وعن الصرف الصحي وعن الحريق. وان شاء الله كل يوم هيبقى لينا معاكم تفاعل، بس اهم حاجه تعملوا لنا لايك وشير عشان نفضل مستمرين معاكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Good morning. We will translate the last video for air conditioning, central air conditioning for any building is constructed for this system. We speak yesterday about thermostat. Thermostat for the fan coil unit inside the room must be with distance from 5 to 7 meter to work this fan coil unit. If this is according to catalog for any company is constructed for this system in this building. And if we construct this thermostat for not this distance or is more than 7 meter, maybe fan coil unit is not working. And we speak this day today about volume damper and fire damper. Volume damper we can control for the rate for air in this room which is cooled. And fire damper this is controlled when there are fire in this room or in this building. It preventing the air to go to the other building and is constructing at the first of fan coil unit. Because when we preventing the air to the duct to the other building, we can prevent the fire to be in the other building or the other rooms. And fire for volume damper must be constructed at supply grill, which is supply air inside the room. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And if you want anything or any question, you can send to me and make like and sharing to make another video. And inshallah
اي كان ليرن يو اباوت ذات. اند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، جود مورنينج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. العيد خلاص انتهى والحمد لله، وكله بقى رجع شغله وكله رجع دوامه، فنتمنى من ربنا ان شاء الله تكون بداية جديدة حلوة بإذن الله للجميع بإذن الله، وصباح الخير عليكم كلكم ان شاء الله بإذن الله. النهاردة هنكمل معاكم برضو التكييف المركزي اللي اتكلمنا فيه امس. في عندك في الضغط اللي بيبقى راكب في خلال الغرف المبردة، لازم بيبقى يكون فيه موجود حاجتين مهمين جدا، اللي هو حاجة اسمها فوليوم دمبر اللي هي مخمدات حجمية، ديت بتحكم في معدل تدفق الهواء اللي خارج من الجريلا الى الغرفة المبردة. الجريلا اللي هي التغذية اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بتغذي بالهواء البارد من الغرفة المبردة، فلازم يكون الفوليوم دمبر ده موجود، وبقدر اظبط منه معدل تدفق الهواء في المكان دوت. انا عايز الهواء ده قد ايه، سرعته قد ايه، كميته قد ايه. فطبعا دي، لان دي بتأثر على راحة الناس الموجودين في المكان ومعدل التبريد، ودي بيظبطها الفني اللي بيكون بيركب الضغط. طيب بعد كده في حاجة مهمة برضو جدا لازم نكلمكم عنها، اللي هي حاجة اسمها فاير دمبر. فاير دمبر ديت خامدات للحريق. يعني ايه؟ يعني لو حصل حريق لا قدر الله في اي منشأة فيها اللي هو نظام التكييف المركزي، طبعا الهواء انتوا عارفين الهواء لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. طيب انا عشان ما اخليه الهواء ما يدخلش لباقي الاماكن ويشتعل ويزود الحريق في باقي الغرف، انا عايز احصره في احصر الحريق في المكان اللي هو فيه الحريق وما ازودوش لباقي الاماكن. فبعمل ايه؟ بمنع الهواء ان يمر لباقي الاماكن. فالفاير دمبر عشان كده بيتركب عند بدايه الوحده الداخليه اللي هي الفان كويل يونت، لان لما بيحصل حريق بيقوم الفاير دمبر ده مانع الهواء ان يدخل الى باقي الغرف. فطبعا في الحاله ديت لما بيحصل حريق ده كل ده نظام ده اوتوماتيك، يعني في مع الفاير دمبر فيها طبعا فاير الارم، ده مع مهندسين الكهرباء بيظبطوا الحاجات دي كلها اوتوماتيك، بحيث اول ما يحصل حريق على طول يشتغل الفاير دمبر ويمنع الهواء ان يمر الى في الدكت خلال بقيه الغرف، وبالتالي نقدر نحصر الحريق في المكان دوت، وباذن الله نقدر نخمد الحريق وما ينتشرش لباقي الغرف. وده مهم جدا وجوده في اي منشأة فيها نظام تكييف مركزي. نظام التكييف المركزي نتيجة ان الهواء اللي بيكون موجود بيبقى كميته كبيرة، فلذلك اقدر احصره بالطريقة ديت، وباذن الله يكونوا استفدتوا. ولو في اي اسئلة ليكم او اي حاجة تقدروا ان شاء الله ترسلوا لي وانا اجاوبكم، وان شاء الله وانتم مستمرين معايا بتعملوا لي لايك وشير وتتفاعلوا معانا وتفعلوا الجرس، بإذن الله نقدر نستمر معاكم ونقدر نفيدكم أكتر بإذن الله، ونديكم معلومات أكتر بإذن الله. ومش هطول عليكم كده، وصباح الخير عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.